مشاهدينا، طبعا ظل نذكركم بأن الشاب الذي صور المقطع من مستشفى الكاظمية والشاب الذي صور من قبله مقطع آخر، طبعا عدم توفر الإسعاف في الشطرة، وكل من يصور مثل هذه المقاطع يتعرض إلى الاعتقال في العراق ما بعد 2003. هذا الكلام ليس من نسج الخيال، لأنه حصل بالفعل، واعتقل نشطاء أو ناشط في مجال البيئة والأهوار، هو المرشد السياحي رعد الأسدي، حيث تم اعتقاله اليوم بسبب نشر فيديو لمستشفى الجبايش العام في محافظة ذي قار، وهي تحتوي على ضفادع ودود داخل الردهات. هذا ما حصل فعلا.